قدمها وزير الصحة أصدر جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قصد وضع المراكز الطبية المجهزة التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها إن اقتضى الحال وعند الحاجة. وخلال الاجتماع أيضا تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بتوجيهات من جلالته، كما وجه جلالة الملك السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبمواد التطهير والتعقيم ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار. وفي نفس السياق أصدر جلالة الملك تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والإعداد لمرحلة جديدة إن اقتضى الحال ذلك. وعن الوضعية الوبائية في المملكة، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 6 حالات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 44 حالة إصابة مؤكدة. وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم 2 حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 عاما. ولمواجهة فيروس كورونا في الجانب الاقتصادي، البنك المركزي يعلن تدابير في مواجهة هذه التداعيات السلبية. خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، كما خفض توقعاته لنسبة النمو إلى 2.3%. قرارات بنك المغرب اتخذت خلال اجتماعه الفصلي الأول، لكنها أعلنت في متن مباشر لوالي البنك على الأنترنت عوض الندوة الصحفية المعتادة في إجراء هو الآخر احترازي ضد الفيروس. ويواكب الإجراءات المتخذة في مواجهة هذه الظرفية إن في الجانب الاقتصادي أو الصحي صندوق خاص أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليمات بإحداثه. أمس وقع مرسوم إحداث هذا الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة كورونا، خصصت له اعتمادات بقيمة 10 ملايير درهم يساهم فيها إلى جانب الميزانية العامة للدولة مجموعة من المؤسسات والهيئات، بينها صندوق الحسنة الثاني بغلاف مالي بقيمة 2 ملياري درهم. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي وأيضا الإجراءات المتخذة لاحتواء هذه التداعيات، يحضر معنا ضيفا في الاستوديو السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية. سيدي أهلا بك. دعنا سيد بن شعبون نبدأ أولا من حيث انتهيت، صندوق ب10 ملايير درهم لمواجهة هذه الظرفية، ما هي المهمة الأساسية لهذه الصندوق؟ هي أولا ظرفية استثنائية جاءت فيها تعليمات صاحب الجلالة يوم الأحد الماضي لخلق صندوق خاص لتطرق لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي تتعلق بالميدان الصحة، وميدان الصحة يعني أولا تأهيل البنية التحتية كما جاء في تدخلكم قبل قليل، تأهيل البنية التحتية واقتناء كل الأدوات والمعدات والأدوية اللي يحتاجها المغرب ل يعني مقاومه هذا الوباء. ويعني تم يعني امس البارحه من بعد تفعيل ديال الصندوق بالمرسوم اللي تحدثتوا عليه، يعني تحويل 1 مليار درهم الى وزاره الصحه، 1 مليار درهم اضافي مخصص لهذا الغرض من هذا الصندوق. والمحور الثاني اللي تكلف به الصندوق هو يعني تخفيف العبء والاثار يعني السلبي من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه يعني كل التدابير المتخذه للحد من انتشار هذا الوباء. طيب نعم. اعلنتم سيد الوزير انه اضافه الى الاعتمادات التي خصصت لهذا الصندوق وهي تقدر ب10 ملايير درهم، هناك تبرعات لاشخاص معنويين وذاتيين، كيف سيتم تجميع هذه التبرعات وهل من شانها ان تدعم بشكل اكبر هذا الصندوق؟ بالطبع احنا محتاجين في هذه الظرفيه يعني للموارد مهمه لي يعني كل ما تحدثنا عليه سواء من ناحيه صحيه او من ناحيه اجتماعيه والاقتصاديه. في ما يخص ال10 ملايير درهم، لابد من يعني التدقيق بانه هذه ال10 ملايير درهم غادي تجي من الميزانيه العامه للدوله، وبالتالي التبرعات اللي كنتحدثوا عليها اللي جايه من المؤسسات الخاصه او المؤسسات العامه او من الاشخاص الذاتيين هي كلها موارد اضافيه غتمكننا
من مواكبة هذه الظرفية الاستثنائية. وبالتالي اللي ربما لابد من نتكلم عليه هو أنه يعني مباشرة بعد ما يتم يعني إعطاء تعليمات بخلق هذا الصندوق يوم الأحد الماضي من طرف صاحب الجلالة، كان يعني واحد روح تضامنية يعني بانت، ويعني ربما الأرقام اللي والمبالغ اللي تم يعني الإعلان عنها اليوم هي يعني تعطينا يعني نبذة عما يعني روح التضامن اللي وقع في المغرب مباشرة بعد هذا خلق الصندوق. وقد تم سيد الوزير تخصيص رقم حساب بالنسبة للمتبرعين. كاين حساب خلق في يعني تحدث في بنك المغرب، وربما يمكن اختكم تقدموا في الشبكة يعني سواء الأشخاص الذاتيين أو يعني الأشخاص المعنويين اللي بغى يقوم بشي تبرع لفائدة هذا الصندوق، فهو يمكن له يدير تحويل عادي لهذا الحساب البنكي، او يمكن له يعمل يعني يدير شيك يعني شيك او غيره يعني بالطرق العاديه اللي يمكن له يستفد منها هذا الصندوق، يعني ك ك كعمليه تضامنيه كل على حسب يعني استطاعته. وهو الرقم الظاهر على الشاشه. طيب سيد الوزير، دعنا نتحدث الان عن الوضعيه الاقتصاديه للمملكه في هذه الظرفيه الصعبه على غرار الاقتصاد العالمي. فيروس كورونا له ولا يزال له تداعيات على الاقتصاد، كيف تقيمون الوضع الحالي خصوصا على ضوء الاجتماع الذي عقدته امس لجنه اليقظه الاقتصاديه؟ هما التدابير الاحترازيه اللي اتخذتها السلطات العموميه يعني الهدف منها هو يعني الحد من سرعه ديال انتشار هذا الوباء، ولكن هذا التدابير الوقائيه عندها اثار يعني بصفه عامه على الاقتصاد الوطني ككل، وعندها اثار سلبي يعني على بعض القطاعات بصفه يعني بحده اكثر من قطاعات اخرى. يعني كمثال الى خدينا يعني اغلاق المجال الجوي، فهو عنده يعني اثار يعني مباشر على قطاع السياحه بصفه عامه برمته، هو يعني كل القطاعات اللي تبع له. وبالتالي كاين هذه القطاعات اللي ما غاديش غادي تعرف فقط انخفاض في العمليات ديالها، ولكن غادي تعرف يعني توقف كلي لهذه العمليات. وبالتالي لابد من يعني مواكبه خاصه باش يبقاو هذوك الفنادق ويبقاو هذوك يعني الفاعلين في هذا المجال يعني واقفين على ما ترجع الامور ان شاء الله الى 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 سيرها العادي. وايضا غيكونوا تدابير يعني خاصه تتعلق بالمستخدمين والموظفين في هذا القطاع او في القطاعات الاخرى المتضرره، وسيتم الاعلان عنها يعني في الايام المقبله. اللي عندنا خلقنا في لجنه اليقظه لجنه تقنيه عملت اليوم على التدابير اللي كتهم المجال الاجتماعي، وغدا تعمل على المجال التدابير اللي كتهم المجال الجبائي، ويعني خلال الاسبوع غنعقدوا لجنه ديال اليقظه الاقتصاديه اخرى، وغادي يتم الاعلان على كل هذه التدابير بصفه عامه. ولكن في الاجتماع الاول اللي خدينا البارح تم يعني اجراءان تم الاعلان على انهما هما اولا يعني هذوك الشركات اللي متضرره الان يمكن لها تستفد من يعني واحد المهله في سداد القروض اللي عندها البنكيه، وايضا كل ما يتعلق يعني ب يعني تحملات يعني لا سي ان اس اس الضمان الاجتماعي والى اخره، فهو ايضا غنوقفوه غيتم التوقيف ديالو في هذه المده هذه باش نمكن يعني هذه الشركات يبقى عندها السيوله اللازمه باش تزاول العمل ديالها. طيب هذه التدابير اللي اعلنتم عنها واتخذتها اللجنه امس في انتظار تدابير اخرى، هل تعتبرونها كافيه لدعم المقاولات المتضرره خصوصا للحفاظ على مناصب الشغل؟ وهل سطرتم تدابير اخرى في حال لا قدر الله تفاقم الوضع أكثر؟ وفي ارتباط بالظرفية الصحية الطارئة، أفاد بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اليوم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشبه في تورطه في التحريض على الكراهية وتهديد المواطنة والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام. وبحسب البلاغ فإن المدعو أبو
النعيم الذي وضع تحت الحراسة النظرية كان قد ظهر في شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا. والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا تشدد في مختلف القطاعات والمصالح. المصالح القضائية معنية هي الأخرى، مختلف المحاكم اتخذت بها تدابير آنية للتقليص من توافد المتقاضين والمرتفقين، فيما وضعت جميع النيابات العامة قنوات عديدة رهن إشارة المواطنين للتوصل بشكاياتهم والرد على استفساراتهم. من مدينة وجدة روبرتاز.